بقول لك رواحي. مش رواحه، ارجع. وكمان قاعدين لي في الضلمه يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ انا شغل نافق بقى يا حبيبتي. بقى دي عمال ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي؟ شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمه وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقه؟ ما الحقيقه يا اختي واضحه زي الشمس. جايب لها الخمره بتاعتي كمان. وريني يا اختي لابسه ايه، لا تكوني لابسه هدومي ورثاني بالحقيقه. بلاش شغل حواري وبطلي قله ادب. قله ادب؟ بقى انا اللي بقوله قله ادب واللي بتعمله جوه مش قله ادب. احب اقدم لك حسام جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب. تتجوز عليا يا دول؟ دي متوحشه، حقينك متشرده. طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا. يطلق مني انت العادي؟ لا يا حبيبتي، انا ما طلبتش الطلاق وقاعد على قلبكم لطالون. وخساره في كتتكم دي، اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. كوم البلد. سهر، ما تزعليش، أنا هعوضك عن الليلة دي. برضو بحبك. أعوذ بالله. بس أنت عجبتيني أوي. أيوة كده، أوعي تباني ضعيفة قدامها أبدا. تديكي كلمة تديها عشرة. كلب انت والعقربة مريم. برضه امي ما انا سايباه كل ليلتي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازة الخمرة دي؟ ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفوره قلبي، اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدام عشان ما تبقيش ضعيفه. خلاص احنا داخلين ننام. تصبح على خير. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انا عامله ده كله؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مولع لك شمعه، مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص تعشيت، ما اقدرش اتعشى مرتين. اسمع على خير. لا يا روحي، هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهتدفع الازازه دي. لا بقى، عيب كده، عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل، وحسام من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس، وانا من حقها وهي من حقي، قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا يا قاتل يا مقتول الليله دي، لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا هصور قتيل. انا بنت 60 كلب شرانيه، ما فرش في حقي ابدا، فاهم؟ وانا كمان مش هفر. طيب انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر، وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه، ده انتوا اصحاب، فين الصداقه؟ هي اللي ابتدت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر، انت اللي ابتديتي. طيب انا عندي حل، نبتدي من اول وجديد، كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفينيش ليله، انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله؟ بلاش اشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعه. Thank you.
حدش يقرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. ولما اصحى الاقيكم حضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. مش فاضي، ورايا شغل. ايوه ورايا شغل، مش فاضي. نعم الباشا وصل يا سعاده الباشا، مدير الامن. مدير امن اللوكاندا؟ لوكاندا ايه يا سعاده الباشا؟ بقول لك الباشا مدير الامن وصل وناوي يعمل تفتيش. تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام؟ انت ايه اللي جرالك يا شيخ حسام؟ كل ما اسال عليك يقولوا لي ده من اجازه. اجازه جواز يا فندم. بالذمه ده وقته؟ انت مش داري ايه اللي بيحصل في البلد؟ ولا مستني لما تفرقع كلها؟ انت ضابط مباحث، عارف يعني ايه ضابط مباحث؟ عارف يا فندم. لا ما انتش عارف. لو كنت عارف ما كنتش اتجوزت دلوقتي. ضابط المباحث لازم يكون يقظ، نشط، مخه شغال. شغال يا فندم. وانت يا سيدي؟ انا مش عاجبني احوال الحصريه. عيشتك لو ما جيتش بدري النهارده، كنت طول عمرك. بعدين بعدين. ايه؟ في ايه يا ولد؟ لا 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 مفيش حاجة يا فندم. أنت أتكلم في ايه؟ أصل المدام بتاعت سيادة المقدم كانت على التليفون يا فندم. وكمان مش سايباك تشوف شغلك؟ لا لا لا، أنا ما يعجبنيش الحال ده. ضابط المباحث عندي لازم يكون يقظ، نشط، مخه عمال. شغال يا فندم. شغال عمال، أهو كل واحد. ما علينا. وأنت هتمامور؟ نعم يا فندم. أنت عندك كم واحد في السجن ده؟ ثلاثة بس يا فندم. ثلاثة؟ ثلاثة؟ اسم طويل عريض زي ده مفيش غير ثلاثة مساجين. طبعا ما انتوا شايفين شغلكم، قاعدين زي تنابلة وسايبين المجرمين.